محامي رامي بركات يتهم نجل الفنانة منى عبد الغني بالتزوير للحصول على سيارة هيثم أحمد زكي. رحلة البحث عن ممتلكات الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، وجد محامي رامي بركات أنه كان يمتلك سيارتين، إحداهما ماركة مرسيدس والأخرى ماركة رانجلر، وتم بيع السيارة الأخرى لابن فنانة معروفة، وهناك العديد من المشاكل حيالها. وكشف بلال عبد الغني مستشار رامي بركات القانوني كواليس بيع السيارة قائلاً: إن الفنان هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه قبل وفاته كان هناك شابا يدعى كريم ابن الفنانة منى عبد الغني صديقا له، وأخذ منه سيارة ماركة رانجلر، وذلك ما اكتشفه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات هيثم. ولكن كان هناك عدة علامات استفهام حول بيع تلك السيارة وأردف، فتواصلت مع منى عبد الغني لفهم حقيقة الأمر ونقلها، وجاء الرد بأنه اشترى تلك السيارة منه قبل وفاته ولكن بثمن زهيد جدا وهو 130 ألف جنيه، ولم يكن سدد المبلغ كاملا، فقط دفع مبلغا صغيرا منه، ودفع مبلغا آخر للمحامي لسداد المبلغ المتبقي عليه. وأضاف: علمت أن كريم باع السيارة لأحد معارض السيارات في منطقة الدقي بمبلغ 230 ألف جنيه وهو سعرها الحقيقي، ولم نكن نعلم. واكتشفت أمرا خطيرا، أن موعد بيع السيارة المذكور في التوكيل كان قبل وفاة هيثم أحمد زكي بأيام قليلة، وهيثم من طبعه الكسل ولم يذهب قط للشهر العقاري لبيع السيارة. ووجه بلال عبد الغني اتهاما لكريم نجل الفنانة منى عبد الغني بتزوير إمضاء هيثم أحمد زكي، مؤكدا أنه سيحرر محضرا ضده خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اجتماعه مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، فكان من المقرر أن يذهب غدا لتحرير المحضر، ولكن جاء اجتماعه مع الوزيرة بشكل مفاجئ فقرر تأجيل المحضر.